اليوم أنا معكم لنحكي شوي كيف فينا نستعمل زمن الكورونا positively. كتير منا عم يأكل كتير من الحلو وكتير من السكريات يلي هن indirectly غذاء للفيروس itself. منعرف إنه السكر هو من أكتر القصص الكانسرز، يعني اللي بغزوا خلايا الكانسر، وكل واحد منا لازم هلأ بهيدا الفترة يستعمل هيدا الوقت لنعمل full detox. ليه؟ لأنه هلأ أكتر شيء نحنا بحاجة لديتوكس لتقوى عنا جهاز المناعة، ومع السكر اللي بناخده أكيد مش هتقوى. أنا كمان واحد من الأشخاص اللي بحبوا كتير الحلو وبحضر حلو، بس بحضره بطريقة صحية، وهلأ بحضره بطريقة وبستعمل بالحلو اللي بعمله أكل مغذي وبقوي لمناعتي، مثل التمر، مثل الميبل سيرب، مثل العسل، مثل الفواكه المجففة، مثل القلوبات النية، مثل الأفوكا. وهلأ حقلكم كيف فيكم تحضروا شيء بهيدا بهدول الأكل. أول شيء فيكم تستخدموا التمر بدل السكر، أو الميبل سيرب بدل السكر. فيكم كمان تستبدلوا الطحين بالتمر حسب الحلو اللي انتو عم تعملوه. غير هيك كتير مهم انه نفوت باكلنا الجوجي بيريز والاساي بيريز. بزمن الكورونا لازم نهتم كتير بالجهاز الهضمي، لانه most of the absorptions of all the vitamins and minerals بيصير بالمعدة والمسران. لما يكون جهاز الهضمي ما عم يشتغل صح، او لما يكون عنا irritable bowel syndrome، نفخة، constipation or diarrhea، بيكون عنا نوع من الانفلاميشن او الالتهاب بالمسران، وهذا الشيء بيؤدي لامتصاص كتير قليل من الفيتامينز اللي عم ناخدها as a supplement او through our food. فاول شغلة بنصحكم تعملوها، حاولوا تاكلوا كتير ببطء، حاولوا تاكلوا باصغر ملقة عندكم، حاولوا انكم تبلشوا تستعملوا probiotics وfibers on a regular basis لحتى تقدروا تحسنوا جهاز الهضم عندكم، وامتصاص الفيتامينز والمينرالز يعلى، والاميونيتي كمان. حاعطيكم هلأ رسالتي كتير سهل تقدروا تعملوا فيها homemade نوتيلا، وهي الهوميد نوتيلا فيها 3 شغلات كتير مغذية لألكم، وفيها تكونوا تستبدلوا الحلو فيها: افوكا، ماشت، ميبل سيرب، وكاكاو. اللي بحب الكوكونات في زيد عليها كمان كوكونات. الكاكاو تعرفوا انه it is a pure antioxidant. الميبل هو محلي ومغذي كتير وبغذي خلايا الجسم كمان. والافوكا غني عن التعريف كمان كتير مفيد و it's extremely good fats. All we have to do انه نخلطهم مع بعض وبيصير نوتيلا. إذا بتحبوا الكوكونات فيكن زيدوا عليها كوكونات، إذا بتحبوا القلوبات النية فيكن تطحنون وتحطون معهم وبتصير ديزرت. بهذا الوقت كتير مهم إنه نكون عم نقوي جهاز المناعة. شو هن العناصر الأساسية لنقدر نقوي جهاز المناعة؟ فيتامين سي، فيتامين دي، زنك، فيتامين بي 6، بي 12، ايرن. لازم نفوت أي نوع أكل، مثلاً ما ننفوت كل شيء غني بالفيتامين سي مثل الخضرة والفواكه، مثل فليفلة الحمراء، وبنفس الوقت الحامض أو السيترس فروتس. أفوكا كتير كتير مفيد. كل شيء غني بالأوميغاز كمان كتير مفيد. حاولوا استعملوا حبة البركة وزيت حبة البركة دايما بالسلاد، أتليست 3-5 نقط من زيت حبة البركة بالنهار، حتى لو بدكم تاخدوهم بالملعقة. كتير بيقوي جهاز المناعة وبيعطيك كتير انرجي وبيغذي لك جسمك on a cell level. وهلأ ملخص عن كل اللي قلت لكم اياه، شو لازم تعملوا بزمن الكورونا؟ اعملوا ديتوكس. ديتوكس مش انه تكونوا على مشروب كل نهار، لا، ديتوكس يعني اهتموا بحالكم، غذوا جسمكم، بعدوا عن كل شيء معلب، شربوا قد ما فيكم ماء، تحركوا ولو minimal amount، حتى لو بدكم تطلعوا تنزلوا على الدرج عندكم، حتى لو بدكم تنطوا محلكم، حتى لو ما عندكم حبلة،
اعملوا اي حركه بالبيت لانه كتير مهم رياضه ونضلنا اكتف. وبنفس الوقت حاولوا اشربوا كتير من السوائل بالاخص المي، فيكم تزيدوا عليها حامض. غير السوائل وغير هاي حاولوا بعدوا عن كل شيء معلب وعن كل شيء بالباكج، لانه هو بيكون فيه كتير من الكونسرفاتيفز بريزرفاتيفز اللي بغذوا خلايا الكانسر وبنفس الوقت بغذوا فيروس كورونا.